صافي واصل قلت لكم عاود شحال من القاسم شحال من اي شاد لك الفرطاس انا خويا سعيد انا خويا سعيد خير تبارك الله والثمن ديال هاد وغادي يعيط شي حاجه اللي غادي تعيط مخيره ما شاء الله الريزو انا معاك سي مصطفى سي الحاج لاباس عليك الصحيحه الثمن ديال هاد الخير تبارك الله 65 اخويا تبارك الله كاين المليح تبارك الله كطلب دابا 65 انا كطلب 3250 درهم تبارك الله الله يسر ثمن الحاجه لنا شنو واصله السي الحاج هذه اخويا 56 شحال الثمن المناسب الثمن المناسب شحال المناسب 51 52 51 2550 الله يسر شحال من القاسم شحال من اي شاد لك الفرطاس انا خويا سعيد انا خويا سعيد سي بولمان والله ما عاد تبارك الله انت من اخويا البولمان انت خويا سعيد ثمن السي بولمان ثمن اخويا 62 3100 درهم تبارك الله اليوم داخل المليحه السي بولمان ها مهلي في راسه تبارك الله ما داير المليح قدامه تا مهلي تبارك الله اليوم داخل المليح تبارك الله اليوم كاين المليح ايوا يكون خير ان شاء الله مازال الصباح الله يسر محمد اسمع السوم قال الله يربح صافي واصل قلت لكم عاود والله ما والله من طالع والله من انا ما نقدرش نحضر دابا انتم تفرجوا وديروا التعليق ديالكم انتم علقتكم انتم المتابعين علقوا هنا السيد كيحسب تبارك الله ما شاء الله تما جوج المليون الله يسر راه مخرج الميضه علقوا علاش كيغاو حنا جمله وما عرفتش شحال اخويا ولا شحال علاش كتبان ها شحال ولا باقي من راسك شتا السومه 50 قال جوج 48 الف 48 الف 2000 الخوت 400 واش عايبه سهرك واش عايبه واش عايبه ظهرك مكبر راير شاف ايش عايبه الله يبارك فيك الله يسر تبارك الله تترك مليح تبارك الله المليح كيعشق المليح والمليح يدير المليح والله ما كاين لا سيدي تبارك الله
الخير تبارك الله. والثمن ديال هذا الخير سي نور الدين 64 3200 درهم اليوم. الحمد لله راه صافي الدخله المليحه سي نور. الخير موجود. الخير موجود والمليح كاين. المليح تبارك الله. تبارك الله. ولكن انت الثمن ولكن المليح العام الحاج المليح اقول لك 80 والله يسر لك اخويا نور الدين وتبارك الله راه المليح الشراء عام الحاج والله يسر عزينا والمليح راه قليل. المليح راه الثمن ديال هذا المليح الخيل؟ الحليب كامله مكبه مريحه. الثمن ديال هذا الخيل؟ خلاص 62. خلاص 62. 62 خلاص. خلاص الخوت 3100 درهم. معطية فيها 300 درهم رباح شيء كلها تقريبا وكنت ما ديش وحده لهي وما ديش وحده مليحه راس السوق لهي مدينه راه رغم انها مدينه ب 68 ولكن على الله والله يسر لك تبارك الله المليح. شوفوا هذو كاين شوف هذو كيبيعوا يشريوا هنايا بابو المال 15 قال لا لا الناس مديه حيقول على خير الله 600 درهم عطاو رباحيه شحال مخلوده مازال ما عرفناش ابو المال ابو المال قاعد تكذب انا صافي غير الله يجعل البركه 51 مخلوده ب 2550 الريزه تقول لك يغوت لي يا سيدي انت تعال واسع عبد الكريم تعال تعال ابو المال ابو المال حي تحية هاي طرف تحية عبد الكريم واسع عبد الكريم تبارك واليوم ذا اخويا داخل المليح اخويا تبارك الله هذه سلعه وثمن هذا الخير تبارك الله 70000 ها؟ عاطين عطاها 70000 70000 تبارك الله عاطين 70000 ها؟ لا تبارك الله مليح هي اللي كاينه مقاسمه كل شيء حاولت تبارك الحليب كلها غتكون سنان الحليب كلها تبارك الله تبارك الله هذا اذا قعدت تبارك كله كله سنان الحليب يولفون الناس المليح 3500 درهم هنايا اللي معطيه كيطلبوا 3000 و500 وكيطلبوا 3750 درهم تبارك سلعه مليح سلعه ديال بصح تبارك الله هادشي ما كانش كيدخل هاد الايامات هاد بحال هادشي ما كانش كيدخل الله بغى يدخل فهادشي تبارك الله دابا عاد تبارك الله بغى بنادم بدا يدخل فهادشي ديال المليح صبر صبر كامله تبارك الله 110 وراه كاين المليح حتى في الدار اساي حتى للدار الدار بحال هادشي ديال شي ان شاء الله كاين شي حاجه تبيع غادي تشوف كلشي عشي جاي خلي هاد الفيديو تبقى شي ان شاء الله بحول الله اساي تبارك الله خويا بخير الله يحفظك الله يسر لك غادي ما تبداش الشهر اللي غتسيب هذا الواحد عنده الشهر عنده الشهر ما بغاش يبان علينا وغادي نشوف بحال هكا وراه عنده الجمله كيف يبيع بالجمله تقريبا ان شاء الله بحول الله والله يسر لكم الله يسر فيلو مصطفى غمرت علينا دا توحشناك اودي فيه مع الوقت فين الغوط فين هاني لاباس لاباس تشكون ناعسي ناعسين ما خاطري تضحك للناس حاولي تبارك الله تقول لي ناعس تبارك الله وكيك الله يرضى عليك جر جر لي خلي المتابعين يشوفوا المليح 15 سنة تبارك الله شاد لي جوج حوالي ما شاء الله سيبيلو مليح اليوم تبارك الله اليوم السوق بعد انا قلنا عندي في المليح ها ياك ياك سهل عليك 52 شحال انا الثمن 52 اللي كاين 2600 درهم اخو تبارك الله تبارك الله الخير موجود الثمن راه صافي عليك تبارك الله الله يسر لكم تبارك الله سلعه راه مليحه
15 سنة أخرى بقى عقل عليكم من الشرفانة. قاعد قاعد حولي رمشه قاعد الله يسر حولي الحمد لله لا خش حاجة والله تبارك الله خير أخوي الزين داكشي الحر أخوي وغادي عيد شي حاجة اللي غادي تعيد مخيرة ما شاء الله تبارك الله يعني ما تهلا تبارك الله هاني تبارك الله والثمن هنا سي الثمن كطلب 54 كطلب 54 كطلب تبارك الله كاين سلعة الخوت السلعة بدرية زينة تبارك الله ما شاء الله سلعة ملاح الثمن كاين ولكن سلعة ملاح تبارك المرقد ديال هاد الخير اخويا المرقد ديال هاد الثمن من البروش ديتها من البروش تبارك الله خويا بخير مليح ما قالش لك مولاش كان كيعلف مولاه شنو كان كيعلف غالبا غالبا الدراوش الشعر والفصه ماشي ولاد عزوز هذا تبارك الله هذا غادي يكون داو لنا كاين المرقد 100% ديال ولاد عزوز لا 70 ربع تبارك الله في حالي كامل في حالي كامل للزين الزين والخوت دابا سبعه زين والله يسر حتى القهوه اللي كيبرك فيه المولود نعم واحد جوج بسم الله عليك اسمح لي يا خويا راه كالعاده اللي خاصو شي حاجه خلي لي خلي لي من الرقم ديالك اللي بغا شي 67 45 98 57 واحد نبيعو لي انا سير الله يسر طلب ربي يسر لك غادي ان شاء الله دخل شي عند الحوله ان شاء الله والله يسر لي انا السيبير المليحه يا ابن واحد واحد والله يسر لك تبارك الله في هذا الخير ما شاء الله شي حاجه اللي تبارك الله ديال والله يهديه سيدي غادي يبيع لك ان شاء الله واش تري تدفع العود سي محمد تبارك الله الله يحفظك الخير هذا تبارك الله تبارك الله وخذ الثمن ديال هاد 15 راس 57 ألف تبارك الله 2850 درهم سوسامة فينا أخي غابر الله يحفظك والخير تبارك الله هنا وقلا كاين تني كاين سنان الحنين كاين تني كاين سنان تبارك الله والمليحة أخوي يلا كسر يلا طيح حيدة تبارك الله اليوم كاين اليوم داخل الملي على الفقي بن صالح اليوم داخل الملي اليوم متى كاين تتمن تقريبا وقت الثمن حتى العلف حتى هو كيخلي الناس فين تشري الشعير ملي كان داير 5 دراهم راه كان قاصح دابا راه عاد داير دابا راه داير 2 دراهم و 50 تقريبا 2 دراهم و 30 2 دراهم و 40 حتى 50 يعني الشعير الثمن ملي كيطيح في شويه في العلف راه الناس كتزعم فين تشري المهم العلف راه كيكون رخيص المهم خاصة الواحد لا بغى يروم يروم لا بغى يشري بعدا لا بغى يبيع يبيع المليح والله يسر الجميع الله يسر لكم تتوما في هذا الخير سي سعيد راه راجل مزيان الله يحفظك الله يكبر بك اخويا وسام شحال خارجين هذا ولد ولد داودي كاع العرب سبعة تالين ثلاثة تالين تالين والله يسر سير تبارك الله
73 الخوت تبارك الله. الا ما كانش مليح ما نديش مليح. وتستاهل اخويا سير جيت يلا بروج سيدي مرحبا بك. 73 الخوت شحال شحال 73 3150 درهم تبارك عصام هاني في خير تبارك الله مليح كالعاده الله ينورك تبارك الله. الثمن ديال هذا الخير كطلب لنا 5500 درهم تبارك الله ما شاء الله. اش داير السم؟ سداسي اها وكاين من غيره قلت كاين عرفت لي داك الثاني تبارك الله مليح اخويا. الثمن ديالو هذا 6 درهم يعني باش يفهموا الخوت 6 درهم 120 يعني 6000 درهم تبارك الله. وهذاك حتى هو واقيله حتى هو ديالنا تبارك الله حتى هو سنان الحليب ما شاء الله. الثمن ديال هاد سنان الحليب عطاونا خويا 80 عطاوك 80 4000 درهم للتقاط سنان الحليب باقيه 76 جمله 76 جمله والله يستر. واللي خاصو شي حاجه كالعاده السي عصام خلي لي من الرقم ديالك 06 15 16 55 60 اللي بغى شي حاجه اتصل بالسي عصام والله يسر لك. السعيد تحياتي تبارك الله عليك يسر لك. مرحبا تالي فين لو استعد غادي تالي الخير جد الخير تالي 53 سير الثمن ديالها شحال خارج هي وليدها اش دايره في السن ستاتيه والده وليد واه حتى مليح تبارك الله سير الله يسر. غادي خارجو تبارك الله شاري لي الرقاط عطيك اخويا كترهم لي الرقاط سي اشرف انت اللي غبرتي اخويا مع النعجه زيد زيد باقي دابا دابا قرنو ولا فرطاس كيتسمى فرطاس واني مليحه معلم مليحه اخويا تقول لي اكون ما تقول لي اكون مليح غنضل ناخذو تبارك الله. الثمن ديال هاد الخير 8 دينار إلا هما هما 6 هما غير 6 كاملين نتسناهم تيجيو نتسناهم القاه هما هادو 6 ياسين هما هادو 6 6000 1800 درهم الخوت قباح قول لي غتخرجهم دابا سير حيد يلا خرج دفع دفع المهم الخوت بارك الله على فوزي والله يبارك فيك ابو عبد الغني سير الله ما يسر. المهم الخوت خلاصة السوق كيف كتلاحظوا اليوم شخص صورنا فقط الحول الغليظ تبارك الله كان مليح بزاف. السلعة كيف كتشوفوا راه مازال كتخرج كتباع في الاول السوق كان شوية زاقي ولكن في الاخر تباعت السلعة يعني السلعة في الاخر كان على اقبال كاين الثمن ولكن الحمد لله كاين المليح يعني السوق اليوم كيبشر بالخير انه المليح كاين يعني دخلت السلعه ودخل المليح وفي الاخر تباع في الاول كان شويه الحريفيه اللي كانوا كيشرو من عند كسب ولكن حتى في الاخير حتى الحريفيه هما باعوا الله يسر للجميع. نتمنى يكون يعجبكم الفيديو اذا كنتي باقي كتشاهدنا حتى لهاد اللحظه ما تنساش دير جيم فرح خوك بجيم اذا مازال ما اشتركتيش في القناه اشترك في القناه باش ديما يوصلك جديد وان شاء الله نضرب لكم موعدا في فيديو واحد اخر. تحياتي السلام عليكم.